تذكريني أنت تؤكد بأن في لقطة بغداد بنجاح كانت هناك ركلة جزاء شرعية لا غبار عليها كما ذكرت لصالح المنتخب الجزائري. لا غبار عليها زائد بطاقة صفراء لأن القانون واضح، المسك داخل منطقة العمليات، عندنا المسك والدفع والشد، إذا كانت هذه الحالات داخل منطقة العمليات لابد عليه أن تكون هناك بطاقة صفراء زائد ضرب الجزاء. أقول وأكرر، ضرب الجزاء الشرعية لا غبار عليها بكل صراحة. أنا الشيء المحير، لماذا غرفة الفار لم تستدعي الحكم؟ ما هي الأسباب؟ لماذا كل هدف بوركينا فاسو استدعي الحكم؟ ضرب الجزاء ضد الجزائر استدعي الحكم، ولماذا ضرب الجزاء خاصة مؤكد على ضرب الجزاء بنجاح؟ لأني متأكد مليون في المئة. محمد زكريني، نعم.